أحبائي وأصدقائي، شكرا لكم على كل حاجة بتساعدوني فيها، وأشكركم على ردكم للأخت تينا اللي أهانت البابا والكنيسة والكهنة. عاجل جدا اليوم بالنسبة لي، زلزال في الكنيسة، زلزال رهيب يحدث هذه الأيام، الأيام الصعبة التي نمر بها، وهو ظهور إنجيل جديد بقراءة شرقية من إعداد بعض المشايخ المسيحيين بالكنائس الإنجيلية المشيخية. هذا الإنجيل يفسر الكتاب المقدس بتأليف أو ببدعة أريوس. هذا الكتاب من إعداد مظهر الملوحي والدكتور يوسف متى وأمل الملوحي والدكتور داود عبد القادر وتقديم الدكتور هاشم القاسمي. هذا الكتاب الذي يدعى كتابا مقدسا، أو الذي يدعى الإنجيل بصيغة شرقية، وهو ينفي لاهوت السيد المسيح، ويفسر الكتاب المقدس حسب ما يروه وفقا لبدعة أريوس. ولكن ما يحزنني وما يؤسفني أنه بيدخل في هذا العمل هو القس إكرام لمعي، وأأسف بأنني قلت قس، ولكنه بالنسبة للكنائس الإنجيلية المشيخية هو قس. أريد أن أقول، أين أنتم أيها الكنائس الإنجيلية المشيخية؟ كيف وصلتم لهذه الحال؟ كيف وصلتم أنكم تعودوا أن تنفوا لاهوت السيد المسيح؟ كيف تفسروا هذا الكلام؟ هذا الإنجيل الذي يدعى بصيغة شرقية نزل بالأسواق والمكتبات المسيحية، وأدعو أن لا يقوم أحد بشرائها، لأنه يدعو لتحريف الكتاب المقدس. وكما قلت، للأسف أنه مشترك فيهم مسيحيين إنجيليين، منهم القس إكرام لمعي من الكنيسة الإنجيلية والمشيخية بمصر، ومعهم ضمن المجموعة مجموعة مسلمين واسمها جمعية أصدقاء التراث العربي المسيحي، ومعها سنودس الإنجيلي. أرجو من الجميع الاهتمام لخطورة الأمر، لأنه قد لا يكون وقت للتحذير بعد ذلك، لأن الموضوع يمس حياة وإيمان أولادنا وكل الأجيال القادمة، لأنه قد لح في الأفق إنجيل آخر ومسيح آخر لا نعرفه، قد تجلى في ترجمات فاسدة للكتاب المقدس. ويؤسفني أن أقول أن من ضمن المشاركين في تأليف الكتب التي ذات صبغة قرآنية إسلامية أريوسية قساوسة ورجال دين مسيحيين وأساتذة لاهوت حاصلين على شهادات دكتوراه في اللاهوت وأساتذة كليات إكليريكية. المؤامرة كبيرة جدا ومتشعبة ومترامية الأطراف، وأقوى من أي منظمة دينية أو رجل ديني. إن الموضوع يتلخص في قيام أولئك الأشخاص المسيحيين بالاشتراك مع رجال دين مسلمين ومنظمات إسلامية كبرى بتأليف ترجمات للكتاب المقدس ذات صبغة قرآنية إسلامية أريوسية، ونشرها، وعقد مؤتمرات وندوات للترويج لها، وهي مجموعة كتب أبرزها أربع كتب، هي
المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، البيان الصريح لحوار المسيح. الإنجيل قراءة شرقية، قراءة صوفية لإنجيل يوحنا. وعندما تقرأ غلاف كتاب المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، ستجد أن من ضمن مؤلفيه القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر وأستاذ مقارنة الأديان بسنودس الإنجيلي، والقس عيسى دياب الحاصل على 4 دكتوراه في علوم اللاهوت، والذي يتقلد مناصب كبيرة في منظمات وجمعيات دينية وكليات لاهوت. وسوف أعرض لكم بعد قليل بعض النصوص الفاسدة التي جاءت في هذه الكتب، وأترك لكم الحكم. إن السبب الرئيس لما وصلنا إليه ليس فقط في غياب بعض رجال الدين عن التعليم اللاهوتي السليم، وضعف التعليم اللاهوتي في بعض كليات اللاهوت، وإنما هذا نتاج السماح بتدريس ما يسمى بالتراث العربي المسيحي منذ سنوات كثيرة في كليات اللاهوت بالطوائف الأخرى، ونشأت على أساسها جمعية أصدقاء التراث العربي المسيحي، والتي تضم مسيحيين ومسلمين معا، بالإضافة إلى تسرب الفكر الصوفي الشيطاني إلى بعض الطوائف بعينها، وإلى رجال دين أو أساتذة ومعلمين في كل الطوائف. وملخص هذا الفكر هو أن هناك طرق مختلفة ومتعددة في كل الديانات للوصول لله، ولا توجد ديانة واحدة تقدر أن تعلن أنها بمفردها تمتلك الحق المطلق، أو أن ما تتبعه هو الطريق الوحيد والأوحد للخلاص. إن الهدف الرئيسي والخفي لكل ما يدور حولنا في العالم هو عمل تزاوج بين المسيحية والإسلام خاصة، وبين كل الأديان عامة. وأنا لست أقول ذلك من عندي، لأن هناك منظمات وحركات من أسمها تكشف ما تدعو إليه هو كريستيان موفمنت، كريسلام موفمنت، وهي حركة مشهورة جدا، بالإضافة إلى مركز كايسيد، وهو مركز الملك عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود للحوار بين الديانات، وقد شارك في إنشاء دولة الفاتيكان، كما أن مجلس إدارته يضم رجال دين من مختلف الديانات. وكان قد تم عمل شراكة بين هذا المركز وبين مجلس الحوارات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي برئاسة القس رفعت فكري والقس وجيه يوسف ميخائيل أستاذ التراث العربي المسيحي بكلية اللاهوت الإنجيلية وأمين عام مركز دراسة المسيحية. سوف أعرض الآية السليمة وبعدها الآية الفاسدة. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لوقا 1. الآية الفاسدة: لا تخافي يا مريم، فإن الله تعالى قد رضي عنك، وستحملين بطفل تلدينه وتسمينه عيسى، ويكون شأنا عظيما، وسيحظى بلقب الابن الروحي لله تعالى. ولهذا السبب سيدعى مولودك المنظور الابن الروحي لله، وما هذا على الله بعسير. هل السيد المسيح الله الظاهر بالجسد أصبح مجرد ابن روحي؟ 2. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. الآية الفاسدة: في البدء قبل خلق الكون كان الكلمة،
كلمة الله، وكان الكلمة مع الله، وكان قائما في ذات الله. هذه عبارات أريوسية خبيثة من أجل إنكار ألوهية السيد المسيح، واعتبار إما إنه كائن أزلي ولكنه ليس هو الله، أو إنه مجرد كلمة بمعنى قرار كان في عقل الله منذ الأزل، وهذا القرار اتخذه الله كما اتخذ قرار خلق آدم فخلق آدم. وثالثا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعما وحقا. الله لم يراه أحد قط، الابن الوحيد هو الذي في حضن الآب هو خبر. الآية الفاسدة، واستحال الكلمة إلى كائن بشري وعاش في الدنيا بيننا، ورأينا عظمة شأنه التي تتناسب مع مكانته، بما أن الابن الروحي الفريد لله الآب الرحيم، فما أحد حظى برؤية الله قطعا. أما الابن الروحي الفريد له تعالى المقرب من الله الصمد، فقد جاء ليعرفنا بذاته تعالى. الآية الرابعة، عظيم هو سر التقوى، الله الذي ظهر في الجسد. الآية الفاسدة، إن سر نهج الله لا ريب عظيم، فلقد تجلى المسيح بشرا سويا. الإصرار على إنكار ألوهية السيد المسيح. الآية الخامسة، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، كولوسي 2:9. الآية الفاسدة، لأن الفيض الرباني قد حل في جسده سلام علينا. الآية السادسة، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء، كولوسي 1:19. الآية الفاسدة، لقد رضي الله أن تفيض في مولانا المسيح كل ما له من صفات. لاحظ استبدال عبارة كل الملء ملء اللاهوت بعبارة صفات. الآية السابعة، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. غلطيا 6. الآية الفاسدة، ولما حان الوقت المناسب بعث الله سيدنا عيسى الابن الروحي له تعالى فألقاه إلى امرأة اسمها مريم. لاحظوا عبارة فألقاه، وكأنه مجرد قرار ثم اتخاذه مثل قرار خلق آدم. الآية الثامنة، وعما دوهم باسم الآب والابن والروح القدس، متى 28:19. الآية الفاسدة، طهروهم بالماء باسم الله الآب الصمد والابن الروح له، وروحه تقدس وتعالى. التحريف من أجل نقد وهدم عقيدة الثالوث القدوس. وكل هذا غير باقي حاجات كتير قوي، يعني مش عايز، يعني مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. ايات كلها نقد وكلها فساد. الآية العاشرة، لكن لنا الله إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء، ونحن له ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. الآية الفاسدة، أما نحن فنشهد أن لا إله إلا الله الآب الرحمن الرحيم خالق كل شيء، لأجله نحيا أجمعين، ونشهد أن لا سيد لنا إلا سيدنا عيسى المسيح. الآية الحادية عشر، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره، عبرانيين 1:2-3. الآية الفاسدة، والابن الروحي هو نور جلاله تعالى، والتعبير الصدوق عن ذاته. للأسف ضاع لاهوت وجوهر السيد المسيح وأكبر، وأصبح مجرد تعبير صدوق.
الآية الثانية عشر. أمين تعالى أيها الرب يسوع، الآية رؤيا 20-22. الآية الفاسدة، عجل ظهورك يا سيدنا عيسى، إننا ننتظرك بفارغ الصبر، حسب اسم الرب يسوع. الآية الثالثة عشر، وصار صوت من السحاب قائلا، هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا، لوقا 9:35. الآية الفاسدة، وسمعوا صوتا من السماء يخاطبهم قائلا، هوذا المصطفى الابن الروحي لي، فعليكم السمع له والطاعة. الآية الرابعة عشر، قال له يسوع، أنا معكم زمان هذه مدتي ولم تعرفني، يا فلبس الذي رآني فقد رأى الآب. الآية الفاسدة، فأجابوا سلاما علينا، مكست بينكم كل هذه المدة ولم تعرف حقيقتي بعد يا فيليب، حقا إن من رآني رأى تجلى الله الآب الرحمن في بشر. تعبيرات صوفية شيطانية خبيثة لإنكار ألوهية السيد المسيح ومساواته للآب في الجوهر. الآية الخامسة عشر، ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد، الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. الآية الفاسدة، وكانوا من نسل الأنبياء الأولين، ومنهم ينحدر السيد المسيح، فليتبارك المتعالى فوق العالمين إلى أبد الآبدين آمين. حس عبارة الكائن على الكل إلها مباركا إلى أبد الأبد آمين. هؤلاء أحبائي وأصدقائي، وكل ده غير حاجات كتيرة قوي وآيات كتيرة، وكل الهدف هو إنكار لاهوت السيد يسوع المسيح. زلزال، زلزال في الكنائس، زلزال في المسيحية جميعا. أرجوكم استرشدوا وصلوا وتضرعوا، لأننا في أيام صعبة جدا. شكرا أحبائي وأعزائي، لقد أطلت عليكم كثيرا، ولكن أردت أن أوضح لكم الأمر بالتفصيل أكثر وأكثر. لو عجبكم الفيديو أنتظر تعليقاتكم الجميلة. شكرا أحبائي وأصدقائي.